ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض جلاش، ايه رايكم نعمل صينيه جلاش بالخضار؟ عندي ورقه جلاش، عندي كيس خضار مشكل، يا اما انا سلقاه يا اما شارياه بصل كتير. يبقى عندي هنا حوالي مثلا لو هتاخدي كوبايتين من الخضار، لو انت هتعمليه في البيت هتسلقيه طبعا، هنسلق بطاقه الجزر وفاصوليا وبسلة او اي خضار، اي خضار بتحبي ان هو مشكل ده هو مسلوق، اي حاجه، بصل، سمنه، بيضه، لبن، والجلاش. هياخد شويه كده من الزيت، وهياخد كميه البصل الكبيره دي، بص قد ايه ما شاء الله، يعتبر بصلايه كبيره او بصلتين كبار. هياخد معلقتين من السمنه سيحهم عشان ادهن ورقه الجلاش. الخضار، بسم الله الرحمن الرحيم، ده خضار مسلوق عشان كده مش هياخد وقت خالص معايا، انا يا دوب بس اشوحه مع البصل شويه على النار واظبطه ملح وفلفل. كده احط مسحه من السمنه، ممكن كده مثلا واخده ايه، تفصلي بقى حسب حجم الصينيه اللي عندك. انا عندي حجم الصينيه تاخد ايه، ورقه مقسومه كده، خلاص هاخد هي ورقه مقسومه واحده اقسمها. والخضار اهو كده بالبصل، واروح بقى ايه حاطه بقيه ورقه الجلاش بنفس الطريقه، احط كده واحط سمنه. اللي احنا لازم بعد ما خلصنا الصينيه نقطعها، بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نعملها قطع كبيره كده او قطع صغيره. هحط بيضه وكوبايه من اللبن بشويه ملح وفلفل، وهروح موزعاهم على صينيه الجلاش اللي بالخضار دي كده، واخلي كل الايه اوزعها كده بس، وادخلها الفرن. تمام كده،